صباح النور محمد، كيفك يا كيف الحال؟ الحمد لله، شكرا الله. شو اليوم جايب لنا معلومات جديدة عن اللغة العربية؟ طبعا دائما كل ما يتعلق فيها غير منتهي دائما. صحيح صحيح، اللغة التي لا تنتهي. وربما الملفت أن قصيدتين شعريتين أحدهما تحدثت عن جمال اللغة العربية، نعم، وكانت تمدح في اللغة العربية والمديح لا ينتهي في هذه اللغة الجميلة، والأخرى الموضوع فيها كان لافت جدا والمداخلة ستكون عنه. أودي رأيك فيه. يلا. هو مشكلة في اللغة العربية يعاني منها الجيل الحالي، لربما جيل المستقبل. يلا خلينا نعرف أنا وأنت. يلا. صباح النور مشاهدينا، وما أجملها من تحية بلغة التحايا. لوحة من الأحرف هي هذه اللغة العربية، قدمها قدم الحضارة، وجذورها تكاد لا تحصى، ومفرداتها فهي نبع سيال بالمعاني والحكم. قيل فيها الكثير وعنها صار إبداع بما فيها من إبداع. واليوم في فقرة هكذا قيل سنستعرض قليلا مما ذكر في هذه اللغة الخلابة، وبدايتنا مع أمير الشعراء أحمد شوقي. فأثناء وفود أمين الريحاني إلى مصر وهو من كبار أدباء سوريا، قال شوقي من على سفح الهرم: لم يكفهم شطر النبوغ فزدهم، إن كنت بالشطرين غير جوادي، أو دع لسانك واللغات فربما غنى الأصيل بمنطق الأجداد، إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. نبقى في مصر، وهذه المرة مع شاعر النيل حافظ إبراهيم، الذي كتب قصيدة وكأن لغة الضاد ترثي ذاتها فيها، وقال: ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلات وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. الله، يعني في تناقض بالقصيدتين. نعم. ربما الثانية وكأنها ترثي اللغة العربية، وأنا أتحدث عن قصيدة كتبت مع بدايات القرن التاسع عشر. يعني إذا بيشوفنا هلأ حافظ إبراهيم ما بعرف شو ممكن يحكي عن جد. برأيك اللغة العربية عم تضمحل هبة؟ فعلا، يعني للأسف نحن صرنا بوقت أنه صرنا بنفتخر باللغات الأخرى أكثر من افتخارنا بلغتنا الأم اللغة العربية. يعني بتعرف جزء كتير كبير بيتحمل مسؤوليته هو الإعلام ربما العربي، لأنه هو يعني لم يقوم بدوره بشكل كافي فيما يتعلق باللغة العربية، ولم يعني يقوم بنشر اللغة العربية بجماليتها بالطريقة اللي لازم أنه تنتشر فيها. صحيح. للأسف أنه طغت اللهجات المحكية، حتى مش عم نحكي على اللغة البيضة ربما اللي بتسهل على الناس المعرفة، نحن عم نحكي على اللهجة المحكية اللي صارت كتير بعيدة عن اللغة العربية. وإضافة على هالموضوع كمان لم تساعد المدارس ويعني الهيئات التعليمية بأن توصل اللغة العربية بما هو كافي للطلاب، ومن ثم يعني الطلاب اللي هني أصلا بنات للمجتمع، يعني صاروا يفتخروا بأنه بتحس حتى الأم إذا بتروح على كتير من المحلات والأطفال صاروا تسمع يا إما اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة أخرى، ومش عم تسمع اللغة العربية اللي نحن دائما بتجمعنا. يعني صارت موضع افتخار اللغة الأجنبية. صحيح. في البلاد العربية، ولربما هناك مساع كثيرة من جهات كثيرة للحفاظ على اللغة العربية. نستذكر منها الخطوة الأخيرة التي قامت بها قطر، وهي المعجم الإلكتروني. صحيح. معجم الدوحة الإلكتروني للغة العربية. نعم. كان خطوة تاريخية في اللغة العربية. أنا بدي أسأل زميلي توني، هو مشغول في الطعام. توني قدمت، نعم، نرسم زهور يا زهرة في خيالي. توني قدمت حس الخطوة الأخرى، أو ما هي الخطوة الرئيسية التي يمكن العمل عليها من أجل الحفاظ على اللغة العربية خاصة في المرحلة التأسيسية لدى الأطفال؟ بتعرف يمكن نبطل نحكي مع أولادنا فرنسي وإنجليزي، يعني مثلا السلام الشائع بلبنان هاي كيفك سافا. صحيح. لغتين. يعني منيح اللي في كيفك بس هيك تترحم اللغة العربية، بس سلام في ثلاث لغات. وهي اللغة العربية معروفة بليونتها. صحيح. يعني بالنسبة لكل المستشرقين لغة لينة، ما بدنا نخاف منها ونضل نعقدها، وهي لغة بسيطة بس نعتمدها. صحيح. بحواراتنا. صحيح. وتخيل من التلفزيون العربي. صحيح. نحن نعتمد اللغة العربية. اللغة العربية فقط. لا، وعدم إخفال اللغات الأخرى، يعني اللغات الأخرى لها أهمية كتير كبيرة، ويجب على كل الأشخاص أنه عن جد يتعلموا أكثر من لغة أخرى غير لغة الأم، لأنه مهم جدا أنه أنت تطلع على ثقافات الآخرين، ولكن مع الحفاظ على اللغة العربية، يعني أنه على القليلة في اللغة المحكية يعني بيننا. صحيح. خاصة في زمن من الأزمان كانت اللغة العربية
وصلت إلى انتشار عالمي لم تشهد له لغة أخرى. نعم. وكان هذا لمبرر واضح بأن اللغة العربية كما يقول حافظ إبراهيم هي لغة تحمل من المعاني ما يكفي لوصف كل ما يخطر على بال الإنسان. نعم. ليس فقط الشعر والغناء والتجويد وما إلى هنالك من أوصاف شعرية، ولكن اللغة العربية تحمل جذور لغوية كافية لأن نتحدث بها عن كل شيء، وسنرى هذا في المعلومات القادمة عن اللغة العربية. يلا. ختام جولتنا اليوم سيكون في استعراض لمزايا ومكامن لغتنا العربية، إذ أنها واحدة من أقدم لغات العالم وأكثرها بلاغة، إذ تتميز بالرقي وبوزنها الشعري المنتظم. لغة الضاد، إذ أنها اللغة الوحيدة التي تحمل في أبجديتها حرف الضاد، كما أنها موسوعة من المعاني والمفردات، إذ أن السيف في اللغة العربية يحمل ما يصل إلى 300 اسم مختلف، وللأسد ما يصل إلى 400 اسم مختلف. أما عدد الكلمات فيصل في اللغة العربية ومفرداتها إلى 12 مليون مصطلح وأكثر، وهي اللغة الأولى في العالم من حيث عدد الجذور اللغوية. يعني هكذا معلومات وهكذا رؤية عن اللغة العربية، أقل ما يمكن القول عنها بأنها بحر عباب بالفعل. صحيح صحيح. يعني كتير جميل أنه نلاقي أنه في مرادفات للغة، للكلمات العربية بكلمات أخرى كمان عربية، بنلاقي مرادفات كتير كبيرة. يعني مثل ما حكيت عن كلمة أسد وكلمة السيف وكلمات أخرى، يعني فهي فعلا بحر كبير، ومثل ما قال حافظ إبراهيم يعني يكمن في داخله الدر دائما. صحيح صحيح. فأنا بعرف أنه أنت كمان بتحب دائما الشعر العربي ودائما تتحفني بال يعني أنا اللي بحس هبة المواجهة في مواجهة الصعوبة في اللغة العربية. نعم. أو الأزمة التي تعيشها في من ناحية تعليم الجيل الجديد اللغة هي الصعوبة بمكان. صحيح. يوم أمس كنا نتابع أنا وأحد أصدقائي بعض المصطلحات العربية الصعبة، فتوقفنا على مصطلح هو المصطلح الأطول في اللغة العربية. نعم. ووضعنا على وسائل التواصل الاجتماعي، والآن نسأل مشاهدينا إذا ما كانوا بمقدورهم الإجابة ولفظ هذا المصطلح. نعم. يرسل لنا عبر الواتساب. أنا عم بطلب إذن الحديث. المصطلح هو أنا بدي أشوف توني قبل ما يقل تعليق، وبدي أشوف إذا بيقدر يقوله كلنا. نعم. وكلمة أفستسقيناكموها، وهي أطول كلمة في اللغة العربية. عفوا عيدها. أفستسقيناكموها. نعم. ممكن تقلي 10 مرات خيط حرير على حيط خليل. تأكيدا على كلامك بيقولوا أيضا هناك لغوي اسمه سيبويه. صحيح. مات وفي قلبه حسرة من حتى. نعم. لأنه كلمة حتى يعني استخدامها هالقد مطاط. نعم. ومش معروف كأنه بعده بيجي مرفوع أو منصوب أو مجرور. صحيح. ولم يعرف سيبويه أي فك لغز وعقدة حتى، فمات وفي قلبه حسرة منها. على فكرة من المصطلحات الأخرى كلمة الظن، يمكن القول بأن الشخص يظن أي أنه يعتقد بيقين، ويمكن القول بأنه يظن أي أنه يشك. نعم. وهو جزء من البحر الكبير للغة العربية والذي يحمل معاني مختلفة بطبيعة الحال. جميل جدا محمد، وكتير حلو اللي انت حكيته. And thank you so much for your segment. كتير كتير. راح على محل تاني طوني.